لكن تعالي في البدايه بس نقف كده شويه عند ماتش الزمالك. طبعا كل عام وانتم بخير، الموضوع اتحسن والدوري في مكانه الطبيعي ولسه برضو عندنا ماتش مهم جدا ليه طبيعه خاصه وليه خصوصيه شديده. الدوري اتحسن ما اتحسمش، ماتش الاهلي والزمالك هو ديربي مستقل بذاته. هل شايفه ان كولر لازم يجدد الدوافع مره ثانيه عند اللعيبه بالذات لان المنافس القادم هو الزمالك؟ ماتش الزمالك مش بيبقى محتاج دوافع، هو يعني هو ماتش قمه مدفوع خيل بالظبط كده، هو ماتش قمه فهو دوافع اوريدي بتبقى موجوده زي ما قلت يا كريم، سواء حسمنا الدوري سواء كان الدوري هيتحسم في الماتش ده، حتى لو كان لسه المباراه مثلا كانت في بدايه الدوري في اخر الدوري ايا كان. لو تفتكر احنا كان في فتره كنا بنلعب اصلا ماتش الزمالك كان بيبقى في اخر مباراه خالص، بيكون بعد يعني بيكون الدوري اتحسم بقى سواء كان الاهلي او منافس اخر يعني. فدايما مباريات الزمالك وهي مباريات قمه فهي بتبقى حساباتها مختلفه تماما، ما لهاش علاقه بالمنافسه على الدوري. طبعا لو كنت بتسال بقى جماهير الاهلي كان نفسها الدوري بالظبط يتحسم يوم الخميس، بس يعني ايفن كده ولا كده الحمد لله الدوري اتحسم. هتبقى برضو المباراه الجماهير هتبقى منتظره المكسب، مش هتبقى منتظره حتى التعادل او لا قدر الله خساره مثلا 1-0 عادي ما انا خدت الدوري، لا هي مش هتبقى مقبوله بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فهم هيبقوا منتظرين فعلا المكسب عشان تبقى الفرحه فرحتين ويبقى الاحتفال بالدوري بيبقى ليه طعم مختلف يعني. بتفق معاكي جدا والله، انا كنت من الناس اللي نفسي يتم حسم يوم الخميس يعني كنت فاهمه اللي هو الماتش عايزه اروح واحضر وبتاع، دلوقتي هشوف بقى هحضر ولا حد الانفيتيشن المفروض ان يبقى دمرت الدوري خلاص المفروض يبقى في مراسم التتويج بقى في المباراة دي برضه هتبقى حلوة طبعا يعني. لو حضرناها ان شاء الله.